وشوشة. نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أهلا ريهام، ازيك؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، أخبارك إيه؟ أنت مرة قلتلي لو جالك الحب تمسكي بيه، بس أنا من رأيي حتى لو جالك الحب ده ابعد عنه. دي كان وش الخير على أحمد حاج، علمي كان موجود وكان موجود جدا وكان طالع، بس الظرف طارق كانت عارف انت شلوت لفوق مع حلمي، وانا انبسطت جدا. هو حلمي كان حلمي جميل على فكره، او شخصيه محترمه يعني. طلب مني ان اطلع معاه في الفيلم في اخر شوط، اطلع في الاخر حتى اظهر انا في الراديو بتكلم والعربيات بتجري وبتاع وكده، وانا رفضت. قلت له لا، بص انت عايز الراديو يبقى انا راديو، ما اظهرش خالص. الناس كانت داخله بتشوف اسمي على الافيش على الشرايط الكاسيت كلها، فاكريني في الفيلم، ويخرجوا يكتشفوا ان انا مش في الفيلم، صوت بس، واللي يعرفوني يكلموني، واللي ما يعرفوش بقولوا في الشارع انت ليه ما طلعتش، اقول لهم هو انا طلعت، هو دي الحبه دي. اقول لك على موقف بقى في ظرف طارق ده يهلك من الضحك. واخد ولادي ومراتي ورايح اخد فيزا اسبانيا، فواقفين في السفاره، جاء القنصل واقف يتحدث اللغة العربية بطريقة هكذا يعني. فدخلت وقلت له ايه جود مورنينج، فقال لي انا اتحدث العربية. قلت له اهلا بيك، صباح الخير. فبصيت لي كده قال لي الحب، والله العظيم. فانا واقف على الشباك طبعا ومراتي واقفة جنبي، فقلت له ايه نعم انت بتاع الحب. قلت له انت عرفتني منين؟ قال لي ظرف طارق، انا اعشق احمد حلمي. انت مدخن؟ قلت له مدخن. قال لي ثانيه واحده، تركت عم اقفل شباك السفاره والناس واقفه، وقام طالع ورا، وطلعنا وقفنا بره في الجنينه نشرب سيجار انا وهو، ومراتي واقفه جنبينا طبعا، حاجه تضحك يعني. طلع بقى قال لي انا بموت في حلمي، بتفرج على كل افلامه، وارجوك لما تشوف حلمي في يوم من الايام قول له القنصل الاسباني في مصر بعشقه وبحبه جدا وبلغه سلامي. قلت له حاضر، اوعدك اول ما اشوف حلمي ابلغه انك بتحبه. شوف بقى الفيلم ده كان واصل لايه. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org